بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، جمعت لكم اليوم حكم وأقوال عن الحياة، منها إن الحياة أهم من أن تنسى ولكنها أتفه من أن تكون غاية. اثنين، لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، فلا تنسى أن السحب يحتاج أن ترجعه إلى الوراء لينطلق بقوة إلى الأمام. ثلاثة، الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد، فحين أقول علمتني الحياة تأكد أنني دفعت الثمن. أربعة، سئل لقمان مما تعلمت الحكمة؟ قال من الجهلاء، كلما رأيت منهم عيبا تجنبته. خمسة، حكمتين احفظهما جيدا. الأولى، وأنت في قمة الغضب لا تتخذ قرارات. الثانية، وأنت في قمة السعادة لا تعطي وعودا. ستة، حكمة رائعة، الناس يمسحون ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك، والله سبحانه وتعالى يمحو ماضيك السيء مقابل توبة منك، فأيهم أحق بطلب الرضا؟ سبعة، لا تخدعك المظاهر، فهدوء المقابر لا يعني أن الجميع في جنة. تمانية، هذه هي الحياة، شئت أم أبيت لن تتعافى دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل. تسعة، قبل أن تجرح أحد بكلمة جربها على نفسك، إذا جرحتك لا تقولها ولا تعتقد أن جرح الناس لعبة، فمنا من لا ينام بسبب تلك الجروح. عشرة، سيأتي فرح كثير، ليس لأن الحزن قليل ولكن لأن الله كبير. 11، حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، مقولة لعلي بن أبي طالب. 12، الصمت يكسيك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة الاعتذار، هذا الكلام للإمام علي بن أبي طالب. 13، البكاء في الداخل أشد قسوة وألم من بكاء العين، فكثير من الأشخاص تبكي قلوبهم في صمت وعيونهم هادئة. 14، الحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت، لا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها، ابتسم. 15، من اعتاد أن يزرع الورد سيبقى شيء من العطر بيده، فما دمت تفعل الخير سيصلك أثره. هنيئا لمن لا يظلم أحد ولا يختاب أحد ولا يجرح أحد ولا يرى نفسه فوق أحد. اللهم ارزقنا صفاء النفس وراحة البال وحسن الخاتمة، آمين يا رب العالمين. ثلاثة أشياء لابد أن تستقر في ذهنك، لا نجاة من الموت ولا راحة في الدنيا ولا سلامة من كلام الناس. يسألونك لماذا أنت متفائل؟ أجب، أستحي أن أحزن وأمري كله بيد الله. قل لمن يحمل هما إن الهم لا يدوم، مثلما تفنى السعادة تفنى الهموم. أنت حزين؟ زر المستشفى لتعرف نعمة الصحة، واذهب إلى بيتك لتعرف نعمة العائلة، وانظر إلى نفسك لتعرف نعمة الحياة. والآن هل لازلت حزينا؟ اصنع خيرا لأنه هو الشيء الوحيد الذي لا يموت حين تغيب أنت. ليست الحياة تعيسة، لكن قلوبنا بالبعد عن الله كئيبة. لا تكف عن الدعاء، فالله يعطي بلا انتهاء. كن في الحياة
كعابر سبيل، واترك وراءك كل أثر جميل. فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل. ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك، وما ليس لك لن تناله بقوتك. كلما ضاقت عليك نفسك لا تشتكي الإنسان، بل ردد: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا تؤلم أحدا، فكل القلوب مليئة بما يكفيها. كلما تأخر عليك أمرا استبشر خيرا، أنه سيأتيك أجمل مما تتمنى. لا تتحدث بقوتك أمام ضعيف، ولا بسعادتك أمام حزين، ولا بحريتك أمام سجين، ولا بمالك أمام فقير. زن كلامك وراعي شعور الآخرين. جميل أن تتجاهل حزنا عميقا بداخلك وتقول: قدر الله وما شاء فعل. لا تحزن على كل شيء فقدته، فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر. وتأكد، تأكد دائما أن الخير فيما اختاره الله لك. ثق بربك دائما.